كل من الواقع هو هيك. العباد علاش يقولوا ما حقهمش يجيبوا كيكه، لكن هو كله واقع. هذا العباد ما تحبش كيكه، يقول لك نورمال ما يستروا شويه، اما شو مش يستروا، هيك هو اللي عايشين فيها احنا. كيف مسلسل هذا جديد برامج تاع رمضان ومسلسلات تاع رمضان، جست ثم مسلسل واحد هو سافا بي شويه اللي هو ولد مفيده، جست يحكي شويه على الوضعيه تاع البيت. وبالنسبه للبقيه كل ما سبق بقى. سامي باهي، الصندوق هذاك باهي، وبعض ولاد مفيده وكا هو ما الاخر ما ركزتش معاهم. ولاد مفيده وولاد الشك هذا لازم مسلسل باهي. هكا سامي فاري عنده كرياسيون. عندنا مسلسل ولد مفيده هو من جزء من المجتمع. مثلا مسلسل ولد مفيده معناه ولد مفيده هو من عائله متوسطه، واللي معناه يحب يتزوج بها من عائله غنيه. هي الفارق المادي. فما شويه انحلال. فبتشوف في العائله كذا تبدا تتفرج. انا شخصيا ما نقعدش مع اولادي، مع مرتي، مع كذا، مع اولاد اولادي ديما نطرف. لكن ثم حاجه هكا العينات ولا قلبي وجع. تفرج في التلفزيون في شهر رمضان بكل صدق نحكي، كان بودي البرامج هذه تتعدى بعد شهر رمضان. هما باهين، في ناس حاجات سماح، مي في ناس حاجات احنا في شهر رمضان نشوف في حاجات. يعني تفرجت في عديد المسلسلات، كل مسلسل تلقاه يعني فما الشراب، فما الكول، فما كل شيء. هذه مش من التقاليد نتاعنا. كأعمال وكإخراج وكذا، بصراحة فما حاجات جلوبالمون يعجب، الخدمة تعجب، فهمتني؟ أما اللصوص وساعات تدخل كلمات اللي ماهيش، أنا شخصيا في سني أنا ما نقبلهاش. وين خطوة استعادة فازة كما يعيشوا هنا كما يعيش في المسلسل بالضبط؟ أكثر حكاية حسيتها مصيتك ولا قريبة منك من أنتراج؟ قريبة منا برشا. الحكاية هذيك تاع ولد مفيد برشا، خاطر واحد ما عندوش وش يتلاش يعمل، يصرخ يتلاش. رجولية مواضيع يعديوا فيهم في تونس ماهمش نورمال، سيرتو حسدت له. فهمتني؟ علاه ما يسيبوهاش؟ أنا ثمك المسلسل هذاك فيه بنادي قتل الأرواح ما هضمتوش، اللي في قناة ولاد تونسي. هنسمع سنة دخلوا نسيبتي العزيزة دخلوا فيها شعبان وفي قعبان، كانت حلوة تول في حال، حطوا فيها عمك كمال التواتي طباخ وحالة حلقة مصادت. نسيبتي العزيزة تحسوا كوميديان وميم تو يحكي كله بوليتيك، فهمت بزاغية غاكية. سينو ولاد مفيدة سابا ما حكيت فيها غابة، لولا تحسوا مش ماهوش معناتها نوتر كوتيديان كل شيء. البوليس ما عجبنيش، ما تفرجتش فيه ميم با، كي كان عورت الهوية زادا غاتي سني، طيارة لي غاتي زادا، فما أغاني الجامعية ما تفرجتش فيه، تحس ويل انكوراج هكا باش يعطي وكل شيء. ليك صراحة أنا حضرته لأنه كان عندي كيوريوزيتي أعرف عن شو بيحكي، لأنه كتير عم ينحكى فيه بتونس، وما لح وافق كثير من التوانس الرأي بأنه هو ما بيحاكي المجتمع، لأنه هو بالعكس بيحاكي طبقة معينة من المجتمع. واللي شفته فيه أنا يعني موجود، وموجود بتونس، موجود بلبنان، موجود بكل بلاد. القنوات الأولى هي عندها الأولى هاي فما بروغرام تعمل أوكورون دو تو، تحط بيننا بكل ناحية، مجلس تأسيس يعمل كل شيء. اما الاخرين المسلسلات وكا سيبتي العزيزه كي بيزار بدنا ولينا مسلسلات بنادي ناكلوا احنا في روح والله، ونركز مع الاخبار ونحب نسمع الاخبار، نحب نسمع كل يوم شنو فما جديد، وربي حسن الوضع بنادي وكا هو. كاعمال وكاخراج وكذا، بصراحه فما حاجات جلوبالمون يعجب، الخدمه تعجب، فهمتني؟ اما اللصوص وساعات تدخل كلمات اللي ماهيش، انا شخصيا في سني انا ما نقبلهاش بصراحه. تمس نقول كان تونسي مسلم عربي، ولو هي حتى كلمه مسلم ولا تسوق برشا شمال ورا بعض، وربي يهدي. شكون في حاجه كيفاه علموا الفساد خاطر المسلسل هذاك مثلا كاملوا كذا شو واحد يشوفوا يحب يعمل كيف كيف. انا مثلا كيفاش في كيس رخو الكرم حبيت نعمل كيف. نورمالمون شهر نتاع دين وكل شيء هو شهر في العام، معناتها يحطوا فيه الفساد الكل. انا راح اكون انا شوي كمان غير، لانه الدعاره موجوده
مش انه هن اخترعوها، هي موجوده برمضان بعد رمضان قبل رمضان. هلا شو لازم تحطي برمضان شو ما لازم تحطي برمضان، كمان انا ما كنت بعرف انه بتونس في هيدول الحواجز، يعني صار يقولوا لي في الكول، طب انه بمسلسلات بلبنان برمضان بفرجوا الكول، طب ما هو عم بحطوا مسلسل هو عن مدار السنه كلها، فاكيد رح يكون في الاسبكتس اللي بتشوفيهم بكل الحياه بكل الايام. هلا قد ايه هيدي خصوصيات خاصه بس بتونس انه برمضان ما لازم تفرجي، انا برايي هذا الشيء بيرجع للمشاهد، يعني انت اذا ما بتحبي فيك تحضري نسيبتي العزيزه، اذا ما بتحبي فيك تمر ايه ما بعرف كم، في واحد اسمه اولاد مفيده عرفتي، يعني انت اتس اب تو يو، فيك تقلبي من وقت شو بدك تحضري احضري، ما هو منه جابرك تحضري لهذا المسلسل، حبيتي حبيتي ما حبيتي ما حبيتي.